بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده يا شباب هنحل فيه الجزء الثاني من الوحدة 14. إحنا مش ماشيين بالراحة ولا حاجة، إحنا بننزل كل يوم فيديوهات. يعني إحنا محتوى كتاب إيوان تريجر ده كان معمول خاص على المنصة، بس أنا فتحته للكل. وهعمل معاكم امتحانات شاملة إن شاء الله. النهاردة بالليل هيكون في امتحان شامل هنزله لكم من كتاب أول إن وان. الكتاب ده زي ما قلت لكم قبل كده عامله 3 مؤسسات مع بعض، فهو كتاب محترم جدا جدا جدا. اسئلته هي الاقرب للامتحان بصراحه، ما فيهوش اي هبد او اي فزلكات. احنا في الوحده 14، باقي معانا الوحده 15 و16. بنطول لان الوحدات في الكتاب ده كبيره يا جدعان، غصب عننا بنطول فيها كميه اسئله مهوله. بس اعتقد اللي بيذاكر معانا الكتاب ده من اوله، اعتقد ان انت وصلت للمستوى دلوقتي عالي جدا جدا جدا. الناس كتير جدا من الطلبه من زمايلكم اللي بيكلموني مبسوطين من الكتاب ده، وانا شخصيا مؤمن بالكتاب ده ان هو من اعظم الكتب على الاطلاق، واكتر كتاب انا بحبه انا شخصيا وسنويا بشتغل منه، وعشان كده دايما بنصح الطلبه ان هم يشتغلوا منه. فهو كتاب محترم جدا، ما بعديش حاجه غير لما يجيبها، خصوصا كتاب الشرح كمان. يعني قبل ما ابدا كده الفيديو، معلش يعني هطلب منك طلب رخم شويه وبايخ، حاول تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده كده لكميه كبيره من اللايكات. الناس اللي تعمل ديسلايك برضه انا بحبك، عشان الديسلايك بتاعك ده على فكره بيتحسب تفاعل مع القناه، فشكرا ليك. يعني في 2 تقريبا كل مره بيعملوا ديسلايك او كده، فانا بحبكم على فكره اكتر من اللي بيعمل لايك، عشان انت بتدخل بقلبك، لكن هو بيدخل ممكن يكون بينافقني، بتعملها من قلبك خالصه يعني، بحبك في الله. تعال نبدا اول سؤال معانا. animals take in. take in دي يا عم الحاج معناها يمتص. الحيوانات بتمتص الطعام، يعني بتاكل الطعام يعني، and a nutrients اللي هي الاغذيه او المغذيات يعني من الطعام. الحيوان بياكل الطعام وبيستخرج منه المغذيات، ينزلها في دمه يبقى extract اللي معناها يستخرج. طبعا attract يجذب، وinteract يتفاعل، واتاك يهجم. he would have، عايزك تفتح كده وتركز معايا في الحته دي. لما يكون قدامك في الجمله كلمه would وبعدها have وبعدين اسم، اعمل حسابك ان دي حضرتك حاله تانية. لكن لما يكون قدامك would وبعدين have وبعدين past participle، فحضرتك دي حاله تالتة. حلو، انا قدامي في الجمله would وبعدين have وبعدين بروموشن ترقيه، يبقى دي انا قدامي would have واسم، يبقى دي حاله مين تانية. فالناحيه التانية محتاجين ماضي بسيط. حلو كده، فنستخدم exerted. exert more effort يعني يبذل جهدا اكبر. my brother is a lot taller than me، اخوي اطول مني شويه. he is 1.96 meters. ايه بقى؟ بص يا عم، انت عايز تقول هو اطول مني متر و6 واحد و6 سنتيمتر يعني. فانت ممكن تقول لي 1.96 متر طول، وممكن تقولها ان هايت، واحده من الاثنين. طيب انت قدامك طول وان هايت، مين في الاختيارات؟ ادي قدام، في قدامك هنا ان طول، ما فيش حاجه اسمها ان طول، وقدامك هايت، لا ما ينفعش هايت. طب ان هاي، لا مش ان هاي، يا اما ان هايت اللي هي دي، يا اما ان انا اقول طول. طيب يبقى رقم 3 خلصت. رقم 4، he would have been promoted. قال لي قدامي يا عم المستر وود، وقدامي هاف، وبعدين باست بارتيسيبل، يبقى ما دام وود هاف والباست بارتيسيبل يبقى دي حاله ثالثه. حاله ثالثه يعني عايز الناحيه الثانيه زمن ايه هنا حضرتك؟ عايز ماضي تام. ماضي تام يعني ايه؟ يعني هاد والباست بارتيسيبل، هي دي. scientists find out the age of a tree. العلماء بيوصلوا لعمر الشجره عن طريق ان هم يعملوا ايه في الحلقات؟ هم بيقول لك ادي حلقه، ادي اثنين، ادي ثلاثه، يبقى بيعدوها. يعد يعني كاونت. وعايزك تفهم وتركز، ما تهيسش ما تضيعش مني في الحته دي. احنا بنقول كاونت the rings يعني بنعد الحلقات، لكن بنقول calculate the age. لاحظ انك اصلا بالعربي لو انت واد فقيه في العربي انت بتقول يعد الحلقات، لانك بتقول حلقه 2 3 4، لكن بنحسب العمر. اصلك بتقول عمر الشجره دي حوالي 40 سنه. I won't I wouldn't have disturbed you would have past participle. فانا عايز ان الحياه دي ماضي تام. حلو الكلام، شوف انا بحل ببساطه ازاي. would have past participle عايز ماضي تام. انزل الاختيارات، شوف كم واحده ماضي تام. دي مضارع تام، دي ماضي تام هشك فيها، دي ماضي بسيط، ودي ماضي تام هشك فيها. خد بالك انا بعمل ايه، بقول لك هشك في دي، مش اول ما يقابلك ماضي تام تخطفها وتجري في الدنيا، لا اهدى كده على نفسك. ترجم بقى كده، ما دام في اتنين انا ما كنتش هقطعك لو انا ايه، انك كنت مشغول، لو انا اعرفه. اعرفه دي معلومه ولا مجهول؟ لا معلوم، يبقى هاد نون. كلام خلصان. though I was angry with her، بالرغم ان انا كنت زعلان منها شويتين كده واخد على خاطري. I give help when she asked me to، والمصدر اكيد كلهم مصدر، دي مشكلة. her a favor، مع كلمة favor بناخد do. طب do a favor يعني ايه؟ يعني يقدم معروفا. لما تقول لواحد قدم معروفا، اعمل لي معروف، اسمها do me a favor. if I not my money I would have، بص to borrow. would have to المصدر، انت عارف would have to المصدر زي مين؟ زي دي بالظبط. احنا قلنا would have والاسم، او would have to المصدر هكتبها لك تحت هنا. عايز تعرف ان لما يكون قدامك would have to والمصدر، يعني دي حاله تانية. طب انا هنا قدامي في الجمله would have to والمصدر، يبقى انا عايز ايه؟ عايز ماضي بسيط. ده ماضي تم مالناش دعوه بيه، ده ماضي بسيط مجهول ماشي ينفع. got lost هسيبها افكر فيها لان ده ماضي بسيط. lost ماضي بسيط برضو. لو انا ايه
فلوسي، لو انا فقدت فلوسي، يفقد يعني لوز والماضي منها لوست فقد، يبقى لوست. طيب I can't know the total cost، مش عارف اعمل ايه في التكلفه النهائيه. اكيد مش هتعد التكلفه، انت هتحسبها. طب يحسب يعني ايه؟ يعني كالكيوليت اللي هي دي، ومنها جبنا كلمه كالكيوليتر على حسبه. If I had a trusted friend، بص ركز معايا، انت بتقول if I، ادي if، وادي had اهي. طب تراست ايه؟ تراستد دي يعني موثوق فيه، دي صفه حضرتك. يبقى هاد ما جبناش بعدها بست بارتيسيبل، يبقى ده حاله تانيه. فانا هنا محتاج ماضي بسيط، محتاج would والمصدر. طيب يبقى I not him the secret، يبقى I would tell. طب معنى الجمله لو انني عندي صديق موثوق فيه لاخبرته باسراري. طيب انت عارف دي زي المثال اللي انا كتبته لك في الفيديو اللي فات او اللي قبله، لما كنا بنقول if I had a broken arm، حاله كام دي يا عم المستر؟ حاله تانيه. طب ليه سيادتك؟ عشان احنا خدنا هاد وبعدين ايه وبعدين صفة، هنا بروكن دي صفة، ما أنت عارف إن بروكن مكسور، يبقى دي حالة تانية. طيب بوت بلانتس جيف أوت أكسجين أفتر تيكينج إيه؟ كربون دايكسيد. النباتات بتطلع لنا الأكسجين الجميل اللي بتنفسه بعد ما تمتص ثاني أكسيد الكربون، يمتص يعني تيك إن. وعلى فكرة كان ممكن نستخدم كلمة أبزورب بس من غير حرف جر، أو كلمة سوك أب بس لازم يكون في أب، لأن كلمة سوك لوحديها معناها ينقع. If they had used cars، لو هما كانوا إيه إس، لو كان لو هما كانوا استخدموا لو هم كان عندهم سيارات مستعمله، اي نوت وان اوف ذيم، زي ار تشيبر ذان نيو وانز. اخر لو هم كان عندهم سيارات مستعمله، يوزد كارز معناها ايه؟ سيارات مستعمله. لو هم كان عندهم سيارات مستعمله انا كنت ها اشتري واحده. طيب هي حاله كام دي يا عم؟ ادي انا عندي هاد ماضي تام المفروض يعني، بس اللي بعدها ده مش باست بارتيسيبل، اللي بعدها ده معناها مستعمل يعني صفة، زي بروكن مكسور، زي تراستد موثوق فيه. إذا دي حالة كام؟ حالة تانية. فأنت محتاج وود والمصدر، يبقى وود باي. طيب بعد كده تربنتين از يوزد ا بينت ريموفر، التربنتين يستخدم كمزيل للدهان، وكا يعني از على طول. وي وودنت هاف تو باي نيو كار اف اور اولد وان وود هاف، وبعدين تو او وود هاف وبعدين اسم، يبقى حالة تانية. احفظ حالة تانية، احفظ كده خليك شاطر. We wouldn't have to buy any a new car if you our old one. انت قلت لي حاجه كام تانية، فانا محتاج هنا مين؟ محتاج ان حاجه كده ماضي بسيط. فين الماضي البسيط هنا؟ وير. يبقى if our old car او old one were in a good condition. مستر مش وان دي يعني مفرد، المفروض نقول was. هقول لك الاثنين ينفعوا. طب افرض جاب الاثنين في الاختيارات، هروح انا واخد وير ووز وحشه. طيب لو جاب وير بس لوحديها ناخدها، طب ووز بس ناخدها برضو. 15 working not often guarantee، guarantee يعني يضمن. achieving success تحقيق النجاح، العمل الجاد يضمن لك تحقيق النجاح. كلمة جاد يعني ايه؟ يعني working hard. امال ايه hard يا مستر بقى؟ harden وفي hard وفي hardly. بص بقى بالصلاة على النبي، كلمة hardly دي بتساوي كلمة no. لما اقول لك I hardly sleep، ده معناها اني ما بنامش، يعني no sleep خالص، موضوع ما فيهوش نوم. طيب امال ايه هاردن؟ هاردن يعني يصلب، ينشف حاجه. لما اقول لك العيش بتاعنا ده هاردنز ايزلي، يعني بينشف بسرعه. طب كلمه هارد، هارد دي لها معنيين، معناها صعب ومعناها بصعوبه. يعني ايه صعب؟ يعني صفه، ومعناها بصعوبه يعني ظرف. عشان كده بقول لك اي ستادي هارد، انا بذاكر باجتهاد. هنا كلمه هارد هنا حضرتك جايه ظرف، لكن لما اقول لك اي ام ا هارد وركر، هارد هنا صفة للوركر، فكلمة هارد هنا صفة، فهارد تبقى صفة وظرف وفقا للسياق اللي قدام حضرتك يعني. فبقول لك هنا في الجملة خدنا هارد. طيب if it a my birthday party tomorrow I would invite you. والله would والمصدر، يبقى دي حالة تانية من غير ما تفكر. طب ليه؟ لأن would والمصدر دايما حالات تانية، يعني محتاج معاها ماضي بسيط الناحية التانية، فالموضوع خلصان. فما ينفعش تفكر في is being دي إطلاقا، ولا is المضارع، ولا will be، لأن ما ينفعش تستخدم if وبعدين will، أصبح الموضوع محلول يعني. if it were my birthday tomorrow، لو كان بكره عيد ميلادي كنت هحتفل واعمل فرح. The radiator gives، the radiator ده اللي هو الجهاز الاشعاعي يعني، او المفاعل النووي. gives a lot of heat، طيب الجهاز الاشعاعي بيطلع منه حراره كثيره. طيب كلمه يعطي او يخرج عن اسمها give out. give out يعني معناها يخرج عنه، ينتج عنه. 18 بقى call the police unless it is necessary، يعني لا تتصل بالبوليس الا اذا كان الامر ضروريا. لا دي اللي هي don't، يبقى don't. وعلى فكرة كان ممكن نستخدم هنا كلمة never وتدي نفس المعنى. My ancestors put down A in Egypt، الجملة دي قلناها قبل كده مرة من غير أسئلة. كان إيه بقى؟ كلمة roots دي اللي هي الجذور، و put down roots يعني يضع جذورا، من الآخر خلفوا عيال في مصر من مئات السنين اللي هم كانوا الفراعنة يعني. If the water in this bottle is heated، لو المية اللي في الإزازة دي اتسخنت، المية دي هتغلي.
يبقى انت هنا هتقول لي ات ويل بويل. طب ليه ات ويل بويل؟ لانك انت هنا عامل تخصيص. يعني ايه تخصيص؟ انت بتتكلم على ميه معينه. يعني اصلا ايه ميه معينه؟ بص يا عم، لو انت عايز تقول لي لو الميه اتغلت، لو الميه اتغلت بتتبخر، فده حقيقه علميه، اي ميه نغليها هتتبخر. لكن لو انت ماسك كوبايه ميه وتقول لي بص يا باشا، شويه الميه اللي زي العسل دول لو غليناهم هيتبخروا، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتتنبأ، بتتوقع، فدي مش حقيقه علميه. طيب الجمله دي تعديلها الاولاني، يبقى if the water in this bottle is heated it will boil. دي واحده. الثانيه لو انت قلت لي if water من غير زي، if water is heated it boils. There is not any tea left in the cup. مفيش أي شاي، مفيش. فاكر كلمة مفيش خدناها دلوقتي مع sleep كانت إيه؟ كانت hardly. يبقى there is hardly. ده معناها يا شباب there is hardly دي معناها يعني there isn't any tea. يبقى there is hardly بتساوي there isn't. If you would like to improve your level, would like to يا جماعة أقسم بالله معناها want، بتساوي كلمة want في المعنى يعني. فلو if you want to improve your level، want دي مضارع، فالناحية التانية ما ينفعش استخدم حاجة تانية ولا تالتة ولا كده. بالعربي لو انت عايز تحسن الانجليزي انا سوف اساعدك، فالمفروض اقول will help you. في will في الاختيارات؟ لا، بس هو حط لك مكانها can help عادي، وكان ممكن will help you. طيب افرض يا مستر الجملة مكتوبة كده، نطلع شوية كده فوق. if you want to improve your English you not hard. يا ترى هنا نقول should study ولا will study؟ مين في دول؟ طب ما تيجي نترجم. عارف لو انت مشيت بالحب وقلت لي هنا مضارع بسيط فنهبد هنا will، هتبقى انت غلط. لو انت تريد انك تحسن اللغه الانجليزيه يجب عليك ان تذاكر بجد، فهنا ناخد should ما ناخدش will، بالرغم انها المفروض شكلها حاجه اولى عشان الموضوع بالترجمه. The Ministry of Education وزاره التربيه والتعليم has، خد بالك education التربيه والتعليم عشان الترجمه، education تربيه وتعليم، has not new regulations for teacher salaries. كلمه salaries دي معناها مرتبات. طيب امال ايه regulations دي معناها ايه؟ معناها هم ذاكرني يا ربي، قواعد او قوانين او اسمها ايه؟ افتكروا معايا يا اولاد، قواعد او قوانين، ضوابط. الحمد لله انها جت. بقول لك ان وزاره التربيه والتعليم عملت ايه في مجموعه من الضوابط يعني عشان مرتبات المعلمين. تعال بقى نشوف. المفروض ان انا عايز اقول لك يضع قانونا اسمها ست لو، طب يضع ضوابطا اسمها ست ريجوليشنز، يبقى هنا ست. طيب دو واكستراكت وكالكوليت عدينا عليهم قبل كده. يو هاف تو ترين بروبر، لازم تتدرب بشكل سليم. يو وونت تو لوز ذا ماتش، انت عايز تخسر الماتش. لو عايز تخسر ولا لو مش عايز؟ لو مش، لو اللي هي اف، طب لو مش يبقى انليس. الجملة 25 دي بقى جملة مهمة 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 لبعد بكرة الصبح ليوم الامتحان. بقول لك the book، الكتاب will be a for students in higher education، بالنسبة للطلبة اللي في التعليم العالي ثانوية وثانوي وجامعة وكده، الكتاب ده بيكون بالنسبة لهم بيكون ايه؟ they won't benefit from it، مش هيستفيدوا منه. طب تعال نشوف الترجمة كده الأول عشان الترجمة دي فيها مشاكل. valuable دي معناها قيم أو ذات قيمة، حلو؟ طيب value يعني يقيم أو يعطي شيئا قيمته، بمعنى you should value your teachers، يجب أن تعطي معلميك قيمتهم. طيب your teachers have a great value، معلميك لهم قيمة عالية. طيب الحاجة الثانية كلمة invaluable دي الحاجة الغريبة، يعني invaluable دي معناها قيم. تخيل يعني كلمة invaluable دي بتساوي كلمة valuable بالظبط. طب امال ايه valueless؟ معناها بلا قيمة. طب الترجمة بقى، الكتاب ده بلا قيمة بالنسبة للطلبة اللي في التعليم العالي، أصل هو مش هيفيدهم. ركز بقى، اطلع من الجملة دي بأن كلمة valuable قيم بتساوي كلمة invaluable. كلمة value يعني يقيم ومعناها قيمة. طيب و valueless معناها بلا قيمة في الفاضي يعني. if I had broken a sink، نفس الفكرة الجملة دي احنا كنا نحكي فيها دلوقتي. if I had، ادي قدامي had بس بعدها اسم، ما هو a broken sink يعني شيء مكسور، يعني ده اسم، يعني حالة تانية، فالناحية دي محتاج would والمصدر، يبقى would ask اللي هي نمبر B. keep the good potatoes and leave the damaged ones. ايه بقى؟ بقول لك بص، حافظ على البطاطس السليمه، والبطاطس البايظه دي اعمل فيها ايه بقى؟ اول واحده كده اوت واي اب اون. بص معايا، في كلمه اسمها leave something out، معناها بتساوي كلمه throw. يعني ايه throw؟ يعني يرمي او طلعها بره المجموعه دي. بيقول لك حافظ على او ابقي البطاطس السليمه، والبطاطس البايظه keep it out، يعني خليها بره، بره الصندوق اللي فيه البطاطس ده يعني. If a beggar not here again, never let him in. لو أي واحد من الشحاذين اللي هم الشحاتين يعني هنا، أوعى تسيبه يدخل.
طيب بيجر ده اسم مفرد ولا جمع؟ لا مفرد خلاص، يبقى انا بالنسبه لي كده طبعا الجمله مضارع عشان هنا لا تسمح له، ما دام الجمله الناحيه دي كده امر، يعني ما دام بدات بدونت او نيفر او فعل امر مثبت اعرف ان الناحيه دي هنا لازم مضارع. حلو، طيب يبقى اف بيجر بقى عايزين مضارع، المضارع الوحيد هنا كامز، ولو ما فيش كامز حضرتك كان ممكن تستخدم هاز كام لان مضارع بسيط او مضارع تام بيحلوا محل بعض. The employees who know at the rules were dismissed. الموظفين اللي بيعملوا ايه في القوانين لابد ان احنا نطردهم. dismissed دي زي كلمه فاير بالظبط، الاثنين معناهم يطرد، لازم نطردهم. انهم بقى الموظفين اللي بيعملوا ايه؟ اللي اوبي بيطيعوا القوانين، ولا فولو بيتبعوا القوانين، ولا كار اوت ينفذوا؟ اكيد اللي بيتخطوا على القوانين، اللي ما بيسمعش الكلام. طيب 30 بقى، when the temperature is zero، لما درجه الحراره تكون صفر، water الميه بتتجمد. طب الماء ده مفرد ولا جمع؟ لا مفرد، يبقى فريزس. خد بالك انا ليه سالتك مفرد ولا جمع؟ عشان انا قدامي اختيارين صح، فريز ينفع مضارع بسيط وفريز مضارع بسيط، لكن الفعل مفرد فما نفكرش في فريز، لازم نروح للفعل اللي اخره اس. كده خلصنا الجزئيه دي، هندخل بعد كده مباشره على الادفانسد. اول سؤال، اول واحده في الاسئله الادفانسد يا شباب، بيقول لك ليتس موف ايه ذا نيكست بارت اوف ذا بروجرام، يعني هيا نستمر ننتقل الى الجزء الثاني. بدايه كلمه موف اون يعني يستمر. حلو، طب ينفع بالعربي؟ اقول لك ما في اصل في اون قدامي وفي اون تو، اخد مين فيهم؟ ترجم كده، هيا نستمر الجزء الثاني ولا نستمر الى، ننتقل الى، ما انت محتاج الى يبقى موف تو. I was very angry at being taken a by that deceitful boy او guy. guy دي معناها شاب او فتى، وديسيتفول معناها مخادع. انا كنت زعلان لاني انا خدعت بهذا الولد كلمه تيك ان دي معناها يمتص ومعناها يفهم ومعناها يخدع. طيب I haven't taken a what you said. Please repeat it. أنا لم أفهم ما قلته. يفهم يعني إيه؟ لسه حالا بنحكي في الموضوع، يبقى taken in. He has not a lot of hardships since he came to live here. هو الكثير من الصعوبات منذ أتى إلى هنا. طيب أنت قدامك have و has والتصريف التالت المفروض. طيب بير بور بورن، فبور دي مش موجودة وبير مش موجودة، قدامك بورن وبورن. بورن دي معناها ولد، التصريف التالت من كلمة بير بمعنى يلد. طب بورن دي التصريف التالت من كلمة بير يتحمل، الماضي منها بور والتصريف التالت اللي هو ده. طب ما هي دي التصريفات بتاعتها ايه برضو؟ بير والتصريف التاني منها بور والتصريف التالت بورن اللي انت شايفها دي. طب ما هو بير بور وبير بور برضو، اهو التصريف الاول والتاني من الفعلين شكل بعض، لكن التصريف التالت هو اللي بيختلف. بورن دي بقى انت بتقول لي ووز بورن يعني ولد، لكن هنا بورن يعني تحمل، فهو تحمل الكثير من المشقات منذ اتى ليعيش هنا. خمسة، بي نوت اي دونت وونت تو هاف اني شو اني نويز هير، لو سمحت كن ايه، انا مش عايز اي دوشه هنا، كن هادئا. تعال نترجم الاول، كوايتلي معناها بهدوء، معناها بهدوء. طب كويت معناها يعني يطلع المعاش او يترك الشغل او يغلق، يغلق الكمبيوتر او كده. كوايت الاخيره ايه دي معناها الى حد ما، لحد ما. طب كوايت دي معناها هادئ، لو سمحت كن ايه، كن هادئ، العيال نايمه، لو سمحت كن هادئ، مش عايزين دوشه. These two men are brothers but they are different. بص هما العيال الاثنين دول اخوات بس هما مختلفين الى حد ما. طب الى حد ما انهي واحده اللي اخرها ايه؟ بتلخبط فيهم يا مستر. هقول لك الافتكاسه اللي قلناها قبل كده، كلمه كوايت دي معناها هادئ، طب كلمه كوايت دي معناها الى حد ما، اخرها حرف ده الاي، فهي اي يعني الى حد ما. ركز، كوايت اخرها اي يبقى معناها الى حد ما، الاي دي كسره فالى حد ما، لكن الاي دي محبوسه هنا عشان نهدي نشاطها شويه، فكلمه كوايت دي معناها هادئ. حلو الهبد ده. طيب بعد كده ماي دكتور ادفايسد مي تو نوت سموكينج، الدكتور نصحني اني اتوقف عن، ابطل تدخين. يبقى انا قدامي حاجه من الاثنين، ستوب سموكينج او كويت سموكينج، الاثنين دول بنفس المعنى هنا. وقبل ما نحل الجمله دي عايز اقول لك على فكره كده، ان كلمه ادفايس، ادفايس سام وان تو دو سمثينج تو الماستر، او ادفايس سام وان، سام وان حاجه من الاثنين، نوت تو do something not to المصدر او against to المصدر، الفرق بين الاثنين؟ لا سوري، against to ing، الفرق بين الاثنين؟ ركز معايا، انا بنصحك انك تذاكر يبقى advise you to study، انا بنصحك ما تشربش سجاير يبقى advise you not to، وبعدين smoke against وبعدين ing، يبقى advise not to بتساوي against بس not to المصدر لكن against ing مش موضوعنا في الجمله. رقم 8، the antonym of the adjective narrow، narrow يعني ضيق، الكلمه اللي عكسها ضيق عكسها واسع، يعني ايه واسع؟ يعني وايد او برود ولوز، يبقى برود قدامك. وممكن تلاقي في الاختيارات كلمه وايد، ممكن تلاقي في الاختيارات كلمه لوز اللي هي 2 او. طب امال ايه برودن؟ برودن يعني يوسع، طب وايدن يعني يوسع برضه بتساويها، ويدث اتساع. There is no end to corruption، بص الفساد ده ملوش نهايه. The government's a to the core، طيب الحكومه ايه تو ذا كور؟ كور دي معناها المحور، حتى انت لما تقول كور تشانل قناه المحور، ترجم معايا كده الاول كده الكلمات ديت،
اول واحده كده كلمه روت، روت دي اللي هي الجزر، وانا عايز انزل تحت كده شويه واكتب الملحوظه دي. كلمه روت دي يا شباب معناها الجذر، جذر الشجره، الجذر بتاع الشجر اللي هو الجذور اللي تحت الارض. طيب لما نقول بوت داون روتس معناها يضع جذورا فيه، حلو؟ عايز تفهم ان روتس دي جرو اندر جراوند، بتنمو تحت الارض. طيب دي واحده، كان في تاني كلمات تانيه نطلع لها كده. تسعه، انا قلنا كلمه روت يعني جذور. طب كلمه رايوت دي اللي هو الشغب. طب روت دي اللي هي الفيرب بمعنى يتعفن. طب روتن دي معناها فاسد او متعفن. انت بتقول لي بقى ما فيش نهايه للفساد، الحكومه تكون فاسده تذكر حتى يعني من الاخر كلها فاسده، يبقى the government is rotten. 10 بيقول لك the wet ground الارض المبتله بالماء my shoes now they are dirty اصبح الحذاء متسخا. عايزك تعرف ان كلمه soil يعني تربه، وsoil معناها يوسخ، وبالتالي the wet ground soil يعني الارض المبلوله بالميه وسخت دنست حذائي. people's love of money حب الناس للمال is the a of all evil. في مصطلح انت حافظه اكيد اسمه the root of all evil يعني اساس او اصل كل الشرور. بارك دي معناها اللحاء ومعناها ينبح ومعناها يدوي يعمل صوت قوي يعني. ليف دي اوراق ورقه شجر، وترانك دي اللي هو الجذع. ده سينونيم اوف كلمه نارو، نارو يعني ضيق، الكلمه اللي بتسويها ضيق يعني تايت برضه يبقى تايت. ولما نقول ان تايت كورنر يعني في مأزق، وكلمه هول برضه معناها مأزق او ازمه، يبقى ان تايت كورنر بتساوي ان اهول. It only took the dentist few seconds to the tooth. الموضوع خد من الدكتور الاسنان ثواني بسيطه علشان يعمل ايه في السنه البايظه، اكيد يخلعها، يخلع او يستخرج اسمها اكستراكت. ذا اوبوزيت اوف سوفت، سوفت يعني ناعم، عكسه خشن او رف أو أو, او 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 غير املس يعني اللي هو اسمه رف خشن. In emergency cases في حالات الطوارئ rank don't a، في حاله الطوارئ بقى الرتبه لا تحسب، بمعنى rank don't count. يعني ايه برضو دي؟ من الاخر كده ملهاش معناها، ملهاش لازمه. يعني لما اقول لك مثلا if there is death لو في وفاه money doesn't count، الفلوس ملهاش لازمه. The image gradually came into focus، الصوره بدا يعمل عليها فوكس، يعملوا فوكس لحد ما اصبحت perfectly sharp يعني اصبحت واضحه. بالمناسبه كلمه sharp دي معناها واضح ومعناها حاد ومعناها بالظبط. لو اقول لك بص meet me at 2 sharp يعني قابلني الساعه 2 بالظبط. The child was frightened when the dogs near his house، الطفل بدا يخاف لما الكلاب اللي جنب بيتهم بدات اكيد تنبح، ينبح يعني بارك. This paragraph is a note from my last book. البراجراف ده عباره عن ايه لاخر كتاب انا كتبته؟ بص يا غالي، كلمه اكستراكت دي معناها يعني يستخرج شيء من شيء، معناها يخلع سنه وضرس وكده، ومعناها ملخص او خلاصه، ومعناها مقتبس. فالبراجراف ده هو اختصار او خلاصه لمقال الاخير او للكتاب الاخير. The store is opening more local، ايه؟ المحل بيفتح مجموعه من الافرع المحليه، كلمه فرع اسمه برانش، ودي فرع شجره وفرع من البنك والمحل وكده. Please be at the meeting at 3 o'clock، لو سمحت تعالى الاجتماع الساعه 3 تحديدا. تحديدا دي اسمها ايه بقى؟ شارب، زي ما اتفقنا قلنا شارب يعني حاد، وشارب يعني بالضبط مع الساعه يعني، وشارب دي معناها واضح. The hunter ايه؟ The rabbit he had caught earlier، الصياد عمل ايه في الارنب اللي هو اصطاده قبل كده؟ اكيد سلخ الارنب. كلمه سكين يعني جلد، وسكين someone يعني يسلخه. The prisoners must spend 22 hours a day in there، السجناء لازم ياخدوا في اليوم 22 hours 22 ساعه فين؟ في الزنزانه اللي اسمها سيل. والمناسبه كلمه سيل معناها زنزانه، وسيل يعني خليه، ولما نقول سيل فون يعني هاتف خلوي. He presented his fiancee with a valuable gold، ايه بدايه كده الجمله دي بيقول لك هو قدم لخطيبته خاتما من الذهب، يبقى كلمه رينج. وخد بالك ان بريزنت حرف الجر معاها دايما ويز، بريزنت سمون ويز سمثينج يعني يعطي شيئا لشخص. وي ار نوت اون يور بينج هير فور دينر، دونت بي ليت. بص لما تكون انت مستني حد على العشاء فتقول له احنا بنتوقع وصولك، يتوقع الوصول دي اسمها كالكيوليت اون. فلما اقول لك وي كالكيوليت اون يور كومينج، ده احنا بنتوقع وصولك عندنا. كلمه كالكيوليت اصلا معناها يتوقع ومعناها يعتزم على. ذا جان اي از ذا كاوبوي فايرد شوت ان ذا اير، الكاوبوي راعي البقر ضرب طلقه في الهواء فعملت صدى صوت، يبقى اسمه باركد. فين باركد؟ باركد اللي هي نمبر دي. بارك دي معناها ينبح، كلمه بارك معناها ينبح، الكلب يعني ينبح، ومعناها يصيح ومعناها يدوي في الهواء، صوت عالي. I you among my best friends، بص انا بحسبك مع افضل اصدقائي، بلاش تندل معايا، يبقى I count you. count يعني يحسب او يعد. I am in a real financial A. I need someone to lend me money، انا عايز حد يسلفني فلوس، انا في ازمه ماليه. قلنا ازمه ماليه اسمها هول او ازمه اسمها هول، قلناها فين دي؟ لو انت فاكر هنا كده كان في كلمه هول كتبناها اهي، كنا بنقول tight corner يعني مأزق بتساوي كلمه هول، مأزق برضو. He is his comments on my work where I felt hard.
بقول لك الهيرت يعني انا تعليقاته كانت على الشغل بتاعي كانت ايه، انا حسيت ان انا اتجرحت، يبقى اكيد تعليقاته كانت شارب يعني حاده، لكن انكرجنج محفزه وفريندلي ودوده، ونيبرلي معناها طيب او ودود برضه. ايس از ووتر ان فروزن فورم، بمعنى الثلج هو الماء ولكنه في الشكل المتجمد. وي نيد تو ايت ذيز توميتوز بيفور ذي، لازم ناكل الطماطم دي قبل ما تتعفن. كلمه روت دي الفيرب معناها تعفن، لكن لو احنا قلنا روتين ضعفنا التي وكتبنا اخرها اي ان، دي كده اصبحت صفه بمعنى متعفن، احنا خدنا هنا رد. ندخل بعد كده على الجرامر على طول اللي في الادفانسد برضو. اي ذس ستريس اف ات كوست الوت، لو الفستان ده تكلفته غاليه فانا مش هشتري اكيد يعني، يبقى المفروض نقول يا ترى. لو ركز ان كلمه كوست التصريف الثاني والثالث منها كوست برضو، لانك عارف اسمها كوست 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 كوست، التصريف الثاني كوست كده، فده الاولاني وده الثاني. هنا يا ترى ده الاولاني ولا الثاني؟ ما هو ده الاولاني حضرتك كان هيقول لك ات كوستس، فمعنى كده انها تصريف تاني، فانا عايز هنا ماضي بسيط مع would والمصدر، وبالتالي هنقول wouldn't buy. If I had had enough money، had had يعني حالة تانية ولا تالتة؟ لا تالتة. ليه؟ لأن had بعدها past participle، يبقى أنا عايز would have past participle، يبقى would have bought. طب بمعنى، طب ليه ما ناخدش التانية دي؟ تقول لو أنا معايا فلوس كافية كنت اشتريت، يبقى would have bought. If he read the instructions well، لو قرأ التعليمات جيدا. خد بالك if he read، ما هو المشكلة برضو في الفعل اللي زي read و bought والناس دي، read الماضي منها read، يعني ده تصريف اولاني والتصريف الثاني شكل بعض النطق اللي مختلف. طيب هنا بقى في الجمله ديت ماضي ولا اولاني ولا ثاني؟ دي تصريف ثاني. طب اللي عرفك، ما هو لو اولاني كان قال لك اف هي ريدز يبقى ده ماضي بسيط، فانا عايز الناحيه الثانيه وود والمصدر، يبقى وود اندرستاند. بلانتس نوت اف زي دونت جيت اني ووتر، النباتات بيحصل لها ايه لو ما شربتش ميه؟ بتموت. تحقيقه يبقى داي. اف شي هاد ذا ريكوايرد كواليتيز، لو هي عندها الصفات او الخصائص المطلوبه والمؤهلات المطلوبه، هي كانت حصلت على الوظيفه. ادي هاد وبعدها اسم اللي هو المؤهلات المطلوبه، ده اسم يبقى ده حاجه ثانيه، يبقى ود والمصدر، يبقى ود جيت. If you want promotion، لو انت عايز ترقيه، you for it، يجب عليك ان تفعل او ان تسعى، يبقى you طبعا نيد عايزه بعدها تو، يبقى ماست تويل او شوت تويل، بمعنى ايه؟ لو انت عايز، لو انت تريد ان تحصل على ترقيه انت يجب ان تعمل لاجلها. She would have to wait longer if she، خد بالك would have would وبعدين have to او would have واسم، يبقى حاله تانية، فانا عايز هنا would والمصدر، او عايز يعني ده هنا would والمصدر، فانا عايز هنا ماضي بسيط، يبقى if she الماضي insisted الى رقم دي. اكتبها لك تاني عشان كتبت لها 100 مره وهكتبها تاني. عايزك تفهم ان لما يكون معاك would have واسم او would have to واسم، الحالتين دول يا شباب حاله تانية، يعني معاهم ماضي بسيط مع would والمصدر. If she has applied، ادي اف بعدها مضارع بسيط كده او مضارع تام، الاثنين ينفعوا. الناحيه الثانيه will والمصدر، يبقى will be. If she read، برضو دي لو ماضي، هي read لو مضارع كنا نقول reads، يبقى ده ماضي بسيط. If he read the summary first he would والمصدر، يبقى would بس هنا encouraged، ما ينفعش نقول would encouraged، يبقى اكيد would be encouraged. طب معناها لو هو قرأ الملخص كان سيشجعه لقراءه القصه دي باكملها برمتها. If he had been careful، ادي if وادي قدامي had been يعني ماضي تام، فالناحيه الثانيه عايز would have والباست بارتيسيبل، يبقى he would have avoided ولا would have been avoided؟ طب تعالى نشوف كده، لو هو كان حريص كان تجنب مبني المعلوم، يبقى would have avoided رقم ايه؟ 11 if you heat not piece of metal it will expand، لو انت سخنت قطعه من المعادن هتبقى تتمدد. خد بالك انت هنا عايز، هنا قدامك will والمصدر، فانت عايز هنا مضارع بسيط. طيب المضارع البسيط ما هو كلمة هيت اهي، هيت ديت يعني يسخن مضارع. طب الفكرة فين بقى في الموضوع ده؟ الفكرة ان هو جاب لي في النص التاني ويل، فده معناها ان الجملة دي جملة تخصيص. يعني ايه تخصيص؟ يعني لازم اقول لك this piece of metal. طيب لو قال لك a piece of metal كنا المفروض نستخدم الناحية التانية مضارع بسيط. ليه؟ لو الجملة if you heat a piece of metal، لو انت سخنت اي قطعة من المعادن طبيعي هتتمدد، فده حق علمية. لكن لما امسك لك حتة حديد في ايدي واقول لك لو انت سخنت الحتة اللي في ايدي دي، يبقى انا كده بتنبأ. If not on water oil floats، لو ايه الماء على الماء فان الزيت يطفو. انت عايز تقولي لو انه صب، يبقى المفروض ان انا اقول if it is bored، المفروض تبقى الجمله كده. حلو، قال لك انت ممكن تحذف it و is وتقول if bored على طول، فناخد bored. وعلى فكره if وين بنفس المعنى في الحته دي. if علي نقط he would come، would والمصدر، يبقى انا عايز هنا ماضي بسيط، يبقى عايزين نقول if علي المفروض الماضي البسيط invited و وير انفايتد، الاثنين ماضي بسيط، لكن دي عزم ودي يعزم. لو علي دعي، لو علي دعي كان حاضر، يبقى ماضي بسيط مبني مجهول. وات وود يو دو، وود دو يبقى ماضي بسيط، يبقى محتاج ماضي بسيط. الماضي البسيط هنا مين؟ اللي هي وير. طب ينفع كل ضمائر الفاعل؟ خد بالك انا حتى في رقم 13 قلت لك علي وير، علي ده المفروض ياخد ووز، بس كل ضمائر الفاعل تاخد وير، وانتبه لدي.
if he put on weight لو زاد في الوزن he دقيقتين. خد بالك بوت دي ماضي بسيط لانها لو مضارع كنا قلنا بوتس، يبقى اف ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه وود والمصدر يبقى وود وودنت. حلو، انا قدامي هنا وودنت بس اللي موجوده يبقى ما نفكرش. if you not to be happy it is better to have cheerful friends، لو انك تريد ان تكون سعيدا من الافضل ان يكون عندك اصدقاء مبهجين، يبقى يو عايزه فعل في المصدر، كلمه يريد دي مضارع، الترجمه بتقول لك اختار دي. if he beat the record لو ان هو كسر رقم القياسي، خد بالك بيت ماضي المضارع منها بيتس كان المفروض، يبقى ده ماضي بسيط عايز الناحيه الثانيه وود المصدر، يبقى would be world famous لكان سيصبح مشهورا. I would have to يبقى دي ماضي بسيط عايزه ماضي بسيط عشان would have واسم، او would have to المصدر عايزين معاها ماضي بسيط، يبقى الماضي البسيط ناخد وير. if you have phobia of heights لو انت عندك فوبيا، ادي اف وبعدها مضارع بسيط، يبقى الناحيه الثانيه هنا ما ينفعش اي حاجه تبع الماضي. طيب بقول لك بقى بالعربي، لو انت عندك فوبيا من المرتفعات on such mountain trip لا تتسلق على مثل هذا الجبل العالي، يبقى don't. طب ليه ما ناخدش mustn't؟ عشان عايزه قبلها فاعل، واختها برضه shouldn't عايزه قبلها فاعل، ودي برضه عايزه قبلها فاعل، وانا هنا مفيش قدامي فاعل. you'd better عينك تاخد بالك، you'd better يعني you had better start saving now if you a to travel into space. طبعا انت عارف ان you had better و you would like و you would rather الناس دي حاله اولى، فالناحيه دي عايزين بعد اف مضارع، يبقى if you want. I would be pleased would be would والمصدر، يبقى عايز بعد اف ماضي بسيط، يبقى if I were given. if these plants ما دام قال لك these و this و that يبقى ده تخصيص، يبقى الناحيه الثانيه لازم نعمل حسابنا ان ده مضارع بسيط مع مضارع بسيط، سوري مضارع بسيط مع will، لان دي كده افتراض يعني دي مش حقيقه علميه، ليست حقيقه علميه. طيب if these plants are watered regularly they will grow، طب امتى نختار grow يا مستر؟ لو قال لك if plants are watered من غير these، these دي هي اللي خصصت. if she not tomorrow he will spend good time with us، لو هو ايه بكره هو هيقضي معنا وقتا. لاحظ ان كلمه will والمصدر عايزه معاها الناحيه دي مضارع بسيط، وانا قدامي في اختيارات if he comes. if I not wealthy I would help all poor people، لو انني كنت غنيا I would والمصدر، يبقى انا عايز ماضي بسيط، يبقى if I ماضي بسيط يعني had و where الاثنين ماضي بسيط، لكن had معناها امتلك، where معناها كان. لو انني كنت ولو انني امتلكت ثريا، لو انني كنت ثريا يبقى where، لكن عارف لو هنا كلمه wealthy مكانها wealth ثروه كنا قلنا had wealth. if you meet her لو انت قابلتها tell her about arrangements، لا تخبرها او اخبرها بالترتيبات. بص معايا، لو انت عايز تقول لا تخبرها فهقول لك don't tell، طب لو عايز اقول لك اخبرها فهقول لك tell. tell دي معناها اخبرها، وكلمه do tell برضو اخبرها، ولكن ده بص يعني تاكيد اقول لك ضروري تخبرها كده. فانا عايزك تفهم ان كلمه blade لما انت في جمله مثلا تقول لي، لو انت في جمله عايز تقول مثلا I met علي، انت بتقول لي I met علي، اقول لك يا راجل بتهزر انت صح؟ هتقول لي I did meet هم. عارف كلمة ديد دي لازمتها هنا؟ معناها كأنك بتقول والله قابلته، فديد دي تأكيدا يعني. هنا نفس القصة بقى، بقول لك أنت لو قابلتها لازم ضروري تخبرها، يبقى دو. ولو مش موجودة تو كان دو كان ممكن نستخدم هنا نو وورد، يعني هي كده حلوة تيل هير على طول. if he had his hair cut he not better، والله هاد دي سببية، يعني هاد لوحديها ما دام بعدها اسم يبقى حاجة تانية، يبقى would look. if you want to leave now لو انت عايز تمشي دلوقتي I want مضارع، يبقى الناحية التانية ما فكرش في would that خالص، ولا would have been ولا will دي خالص، يبقى المفروض نقول بقى you not ask the manager's permission. بقولك لو انت عايز تمشي الآن فإنه سينبغي عليك أن تطلب إذن المدير. هنا بقى ممكن نختار you should، ممكن نقول هنا الاحتمالات اللي تنفع you should ask أو you have to ask أو you will have to ask. إيه الفرق بين الثلاثة؟ you should ask يعني يجب ان تسال، you have to ask يعني يجب ان تسال، طب you will have سيكون لزاما عليك ان تسال، يبقى رقم ايه الموجوده معانا تنفع. I would rather have mango if you، انا حابب اشرب مانجا لو انت insist، لو انت مصمم. ازاي insist مع would؟ ما هو would rather would prefer و had better الناس دي حاله اولى. طيب if boiled water not into، طبعا لو الميه اتغلت بتتحول، water دي مفرد يبقى water turns، water evaporates المياه بتبخر if it is heated، موجودة يا مرحب مش موجودة فهنقول if heated على طول. تعال نشوف بقى، طبعا if وال نفس المعنى، if you heat عايزين نقول it، if you heat it لو انك سخنتها، if it heat برضو ما تنفعش لان if it heat يعني لو هي تسخن، when heated تنفع
واف هيتد تنفع، الاثنين ينفعوا. باقي معانا الامتحان الادفانسد، ويبقى كده خلصنا الواحد. اول سؤال بيقول لك اف ذا بوليتيشن، اللي هو الرجل السياسي يعني، او ذا بوليتيشن الرجل السياسي، كودنت سي ذا ايه ان هيز ارجيومنت، ارجيومنت اللي هو الجدال او النزاع يعني. طبعا الاجابه هنا هو زي ما اتفقنا، اللي معناها مازق ومعناها عيب، هو ما شافش العيب اللي هو ارتكبه مثلا في الجدال بتاعه. I would have more، ادي would وقدامي have وبعدها اسم، يبقى دي حاله ثانيه. if I ماضي بسيط، يبقى if I wear more money، لا ما ينفعش ناخد wear more money، احنا هي wear دي ماضي بسيط فعلا بس ما ينفعش ناخدها. طب ليه؟ اصل wear يعني كان. طب امال الاجابه الصحيحه المفروض تبقى ايه؟ اللي had. طب ليه had؟ لان معناها لو امتلك. طب ما نترجم، انا كان ممكن يكون عندي فرص اكتر لو انني امتلكت نقودا كثيره. ممكن كنا نقول if I were rich مثلا، لو كنت غنيا. You will need to fill out this A، لازم تملى هذه الاستمارة. الاستمارة يعني فورم، فين فورم هنا؟ رقم A. وحتى انت بتقول application form. If you go out not some medicine، لو انت خرجت مفيش هنا فاعل، يبقى ما ينفعش ناخد اي فعل الا في المصدر، يبقى هنقول لك do buy، وكان ممكن نستخدم كلمة buy على طول يعني اشتري، لكن do buy معناها ضروري تشتري. It is the not of the tourist season and tourist crowds are blocking the street، بيقول لك احنا في ذروة موسم السياحة. ذروة دي اللي هي اسمها هايت، هايت اللي هي ارتفاع يعني، بس ده معناها هنا ذروة، كلمة هايت معناها ذروة وارتفاع. if علي cut himself، لو علي جرح نفسه ماضي بسيط لانها المضارع هتبقى cuts، يبقى he would والمصدر he would find. the nut of an apple is usually red or green، الايه بتاعت التفاحة بتكون لونها دايما احمر او اخضر، اكيد القشرة، قشرة يعني skin، وما تنساش ان كلمة skin دي معناها جلد بني ادمين وغير البني ادمين كمان، وكلمه سكين دي معناها يسلخ، وكلمه سكين معناها قشره التفاح. يو نو 20 اف يو اد 10 انت، لو انت ضفت 20 و10 و10 هتحصل على 20، وبالتالي ده حقيقه علميه يو جيت على طول. وعايز تاخد بالك ان ال10 دي اسمها في الانجليزي سكور، اس سي اس سي او ار اي، لكن لكن ال12 اسمها دوز، داستا دوزن داستا، لكن دوز دي الجرعه. If you need to reach me، لو انت عايز توصلني، just call my، يبقى لو انت عايز توصلني اي وقت وعايز تكلمني يعني، just call my cell، cell يعني تليفون، اتصل بي على تليفوني، cell number او cell phone. في رقم 10 بقول لك I would a promotion، ترقية، if my last project had been complete، خد بالك قال لك had been complete يعني حالة ثالثة على طول، لان had been had وبعدها past participle. طيب انت بتقول بقى I would a، انا عايز would have والpast participle، ادي قدامي would وادي هاف وادي باست بارتيسيبل، تنفع دي. طيب وود هاف مفيش باست بارتيسيبل، ما تنفعش. هاف وباست بارتيسيبل تنفع. طب بي ما تنفعش، انا قدامي اتنين. اي وود هاف بين بروموتد، بروموتد يعني رقيته، لكن وود هاف هاد ا بروموشن او بروموشن يعني كان سوف يحصل على ترقية. طيب رقم 11، زير ووز ا نوت اوف ميتال اراوند ذا بريدج ذا بيردز ليج، كان في ايه من المعدن على رجل العصفور او الطائر، كان في حلقه، يبقى رينج. if not badly tomatoes go rotten، لو خزنت، يبقى if it is stored، موجوده قدامك، لا مش موجوده، ما هو حذف لك it و is، يبقى if stored، فين stored؟ رقم دي. they not in the garden، في الحديقه، to and planted a tree، وبعدين زرعوا شجره، عشان نزرع شجره بنعمل حفره، وحفره يعني هول، طب هول يعني يحفر برضه، يبقى they hooled. if you throw a stone in water، لو انت رميت حجر في المياه، it الحجر طبيعي sinks، بيغرق بيغوص في الماء. طب افرض قال لك في الجمله if، ماسك حجر في ايده كده بقول لك if you، عشان ناكد الفكره يعني، throw this stone in water، هنا بقى نقول يا شباب، نقول it will سينك، لانك ماسك حاجه، ما دام استخدمت كلمه من المحددات اللي هي زس وزت وزيز وزوز، اعرف ان ده عايز اقول على طول. بيبل لاف اور سوفا، الناس بيحبوا يقعدوا على الكنبه بتاعتنا، بيكوز ات از سو، اصل هي ناعمه، يبقى سوفت عكس سوفت رف. اي وود هاف ا بيج، وود هاف وبعدين ا بيجر، يبقى دي اسم، اللي هي بيجر تشانس على بعضها اسم طبعا، لكن بيجر دي صفه. وود هاف واسم، او وود هاف تو اسم، يبقى حاله ثانيه، فانا عايز ان الحاجه دي ماضي بسيط، يبقى اف هي هيلبد مي. The kids like her because she is not with them، الأطفال بيحبوها أصل هي إيه معاهم. leafy معناها كثيف أشجار، hard صلب، cruel قاسي، و soft يعني ناعم، كلمة soft معناها ناعم أو رقيق، فهي رقيقة معاهم عشان كده العيال بيحبوها كلهم. 18، when I do too much work، لما أنا أشتغل كتير by day بالنهار I not very tired، أنا بشعر أشعر يبقى feel.
The not cause of her unhappiness is her own unwillingness to change her situation. السبب الأساسي إن هي زعلانة هي إنها مش عايزة تغير موقفها، يبقى أساسي يبقى روت. ما احنا قلنا روت يعني جذر الشجرة، يعني أساس الشجرة، فكل المدلول بقى من هنا كده. If the final match not tomorrow, I would watch it at the stadium. خد بالك أنت قلت لي would والمصدر، فأنا عايز هنا ماضي بسيط، يبقى if the final match were tomorrow. The prime minister was determined to out the terrorists. رئيس الوزراء وود was determined، كان مصمم ان هو يعمل ايه في الارهابيون. خد بالك كلمه روت اوت دي بقى مهمه، الحته دي روت اوت قلناها في الفيديو اللي فات، معناها يجتاز، بتساوي كلمه اليمينيت، بتساوي كلمه ستوب مثلا، بتساوي مثلا جيت ريد اوف، كل ده معناه يتخلص من او يقضي على. 22 نقط ميتالز اكسباند، المعادن بتتمدد لو انها سخنت. نرجع نقول تاني if it is heated، موجودة في الاختيارات ماشي، مش موجودة فانا هقول if او when، وبعدين نجيب بعدها التصريف الثالث مباشرة اللي هو heated. طيب when heat لا، if heated تنفع، unless heat لا، unless heated لا، يعني ليه لا؟ طب دي ما هي، ما هو ممكن نقول unless heat، ما هو unless عايزة جملة سليمة بعدها. طيب علي turned over a note in his book and kept reading. علي قلب ايه في كتابه وبدأ يقرأ، اكيد قلب الصفحة اللي هي اسمها ليف. طيب بعد كده الورقة يعني. if you can't lose weight easily، لو انت مش عارف تخس بسهولة، you a doctor، يجب عليك ان تستشير طبيبا، يجب ان يبقى should و consult. اوعى تحل الجملة وتقول if مضارع والناحية التانية نهبد will، اوعى تعمل كده. ترجم الله يرحمك، ترجم 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 رحمكم الله. which not of psychology does he study، اي فرع من افرع السيكولوجي علم النفس، يبقى فرع يعني branch. angry if they didn't invite you، didn't والمصدر يبقى ده عايز معاها الناحية التانية would والمصدر، يبقى would you be اللي هي number C. طب ليه مش would you have؟ أصل would have عايزة بعدها بص participle أو اسم وصفة مع بعض، لكن هنا would you be هل، بص ركز كده، هل أنت سوف تكون غاضبا؟ the elephant lifted the apple to its mouth using its الثعب، الفيل رفع التفاحة على فمه باستخدام الزلوم اللي اسمها ترانك، وترانك دي برضو معناها جذع الشجرة. If you really want to be an engineer، لو انت عايز تبقى مهندس يا ابني، يجب عليك ان تكون جيدا في الرياضيات، يبقى you should عشان يجب ان. طب ما هو ده want مضارع، ليه ما ناخدش will؟ عشان احنا بنقول بالعربي لو انت عايز تكون مهندس يجب ان. After years of work، بعد سنوات طويلة من العمل، the eye of his labor began to show، بدأت ثمار شغله تظهر. ثمار يعني fruits، وما تنساش ان كلمة mast اللي معناها سارية برضو معناها ثمار. If the information I had not enough, I would have analyzed everything well. ركز معايا في الجملة دي، لو انت بتقول لي لو المعلومات اللي انا امتلكها كانت كافية كنت سعدت. ركز، انت بتقول لو المعلومات اللي انا امتلكها كانت كافية كنت ساعدتك. انت ممكن الحل بقى انك تحذف ايه كلمة I had دي خالص، اعتبرها مش موجودة، كل الجمل اللي بنفس المنظر اعمل فيها كده. يبقى انت تقول لو المعلومات كانت كافية كنت ساعدتك، وبالتالي if the information، عايزين نستخدم هنا زمن عشان الناحية التانية اللي would have past participle، يعني الزمن هنا ماضي تام، يبقى had been. نفس الفكرة if the food mom cooked، جملة زيها بالظبط اللي أنا بعملها دي، خد بالك، not we would have invited you، بمعنى لو الطعام اللي أمي طبخته كان كافيا كنا عزمناك. يبقى أنت بتقول لي بقى if the food mom cooked had been enough we would have invited you. خد بالك في الجملة would have past participle، would have past participle، فأنا عايز ماضي تعمل اللي هو هنا. خلصنا كده الامتحان ده، خلصنا 1 ل 14. أتمنى إنك أنت قبل ما تمشي كده هتعمل لايك للفيديو، أتمنى إنك أنت تتابع بقى كل الحاجات اللي بنزلها. أنا بنزل كل يوم يا شباب في فيديو، في فيديوهات. عايز ألفت انتباهكم إن قائمة تشغيل كتاب A1 Treasure، كتاب الفاينل ريفيجر، أنا فتحتها لكل الناس اسمعوها، والفيديو اللي تسمعوه اعمل لايك كده ادعمنا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.